شوفتي ماما، صباح الخير حبيبتي، تعالي هون. عادي ماما، شوفي شو جبت لك، جبت لك توست، حطيت لك عليه اشقوان، حطيته بالفرن وساويت لك بيض كمان. رح صب لك كاسة عصير بعدين نشرب شاي. يلا امي كيلي. امي طلع عم يضحك علي، اخذني وجابني وبالاخير اضحك علي مثل ابوكي. لك حاسه حالي رح جن، هي اول طلعه لنا، اول مره منلتقي. لك ابوكي على قد ما كان حقير ما خانني هيك من اول مره. يا ما قلت لك تشيلي القصه من بالك، لا تفكري بهيك، واحد الف واحد احسن منه بيتمنوكي. لا انا مالي حظ بنوب ورح ضل هيك معتره. اول ما فتت شفتها كانت قاعده جنبه، صبيه مزبطه حالها وتيابها غير شكل وحاطه كيلو مكياج. بعدين انت بنت غنيه مع مصاري كتير، شو بده فيني انا ما معي ولا قرش؟ لا وفوق مطلقه وعندي بنت، شو بده فيني؟ على شو بده يحبني؟ قوليلي على شو. يا امي انتي انتي حلوه من دون مكياج وتياب غاليه، ومو ضروري تحطي كيلو مكياج. امي انتي جمالك طبيعي امي، وقد ما كانت حلوه بتضلي احلى منها واحلى من 100 صبيه كمان. شو بدي بالجمال اذا حظ ما عندي؟ لك اذا طلعت ملكه جمال الكون رح اضلني هيك معتره والكل رح يضل يضحك علي ورح ضل مثل الجدبه. هي انا هبلة؟ لك لو فيني زرة عقل ما بوقع بنفس الجورة مرتين، ما بأمن بحدا بس عبس. ليش لأوثق فيه؟ ليش؟ لازم انضب ببيتي، دير بالي على شغلي وبنتي. شو بدي بالعشق؟ مشان الله فهميني، اذا بنتي صارت بطولي لك عادي مالك شايف شيني عم بحكي؟ منيح اللي اجيتي خالي رفيف مشان تخلصيني من هالورطة. شوفي خير حبيبتي، امك صاير لها شي؟ امي كثير تعبانة خالي، خليكي مع شوي بدي روح المدرسة. يا الله كنت جاي لأخذ رول لتان خالته، مشان الله إذا تأخرت أكثر من هيك رح يبهدلوني. فهميني شو القصة. فوتي ورح تسمعي الموشح. أي ياسمين. آه رفيف هي أنتي؟ خير شوفي. تعي فوتي لجوا هلا بحكي لك. إيه فوتي تعي. خلص حبيبتي حاج تبكي، ساوي لك قهوة؟ لا ما بدي شي. لك رجع يدق لي كيف له عين؟ مفكرني جدبة وما بفهم. ردي علي حبيبتي، وين المشكلة؟ شو لأمتى رح تضلي هيك؟ نسياني انه بيكون جارك واكيد رح تلتقي فيه وتشوفوا بعض؟ ياسمين مشان الله حاج تبكي والله قطعتيلي قلبي. ليش عم يتصل فيني بعد اللي سواه امبارح؟ شو بده مني؟ ليش عم يدق لي؟ ياسمين اسمعي بس لا تفهميني غلط واسمعيني للأخير. شو؟ ما فكرتي انه بجوز تكوني فهمان الموضوع غلط؟ فهمي علي هلا بالمنطق، الرجال عزمك وانتي وافقتي، هلا اي واحد اذا عزم شي وحدة على العشاء ليش لا يطلع مع وحدة تانية وبيعرف انك جاي ورح تشوفيه؟ ما في عائل بيعمل هيك، يعني فكري فيها، ليش لا يعزمك انتي وياها لنفس المحل؟ بجوز بده يخليني اتضايق. بده يخليني اشوفهم سوا بس مشان اتضايق. لك شبكي ياسمين، هالقصص بتصير بين المتزوجين وبس. بجوز هالبنت اللي عم تحكي عنها تكون رفيقته مو اكثر، يعني رفيقه عاديه وما في بيناتهم شيء، بجوز بتقربه، بجوز تكون رفيقته بالجامعه. لك ياسمين والتقوا ببعضهم صدفه بالمطعم مو اكثر وسلموا على بعضهم مثل اي اثنين، وبهديك اللحظه فتي وشفتيهم، صح ولا لا؟ انت هيك قلتك؟ لك حبيبتي الشغله مبينه. اسمعي اذا ما كنتي متاكده من شيء اوعك تتركيه للزلمه، حرام بجوز عن جد بحبك. حاسه حالي عم دوخ. شفتي بلشتي تقتنعي بحكي لانه كل اللي قلت لك يا مزبوط. منيح وهلا رح اتركك، يلا جيبي لي رول الدهان. رول شو؟ يا الله منك. لك حبيبتي ركزي معي شوي، عم اقول لك بدي رول الدهان، بدي ادهن الحيطان لانه جايين ضيوف على العشاء. رفيف صاير لعقلك شي؟ بدك تدهني البيت كله لانه جايين لعندك ضيوف؟ كيف بدك تلحقي؟ لا حبيبتي بلحق كلهم ساعتين ثلاثة وبخلص، في كم حيط منزوع الدهان تبعهم رح زبطهم شوي. تحركي. شبهون عيونك انت ليه؟ شبهون؟ ما فيهم شي عيوني، ما فيهم شي. يلا قومي قومي لسه وراي 100 شغلة خلصها. طيب يلا طولي بالك.
بركي بجنينة. عن جد شكرا كتير رفيف. شو هالحكي؟ المهم انك تكوني ارتحتي شوي. هي بيتك كمان بده وشتها. شوفي كيف مبقع من هوني. نعمة هذا الرول. شوفي اذا منيح. لك يسلموا هالايدين. ياسمين عندك هذا البخاخ تبع الاباجورات؟ لانه بصراحة دورت بالبيت وما لقيت عندي بخاخ الاباجورات. ايه بظن عندي علبة، خليني شوف. يلا ان شاء الله بتلاقي. استني انت وحظك اذا في. يلا في عندك؟ ايه طلع في علبة. كتير. شو هالحرام الحلو؟ هذا اكيد لديمة وقت اللي كانت صغيرة. لا حبيبتي هذا مو لديمة. بتتذكري وقت حكيت لكم على العتقجي، وقت اللي عطاه جميل الابريق، وقت انا ما خليت الزلمة ياخده. كان عم يعطيه الحرام كمان. قمت انا اخدته، قلت بيضل ذكرى من هنا. اخدته هو والابريق. داريا. ياسمين. ايه شوفي كاتبين هون اسم داريا. هاتي فرجيني. ليكو مكتوب هون. مو هي نفس البنت اللي حكالكن عنها مراد؟ كانت بيبي معقول؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.